اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده عايز اعمل حاجات جديده وفي نفس الوقت كمان تكون سهله على ست البيت اللي هي ام وخالتي وعمتي وبنتنا اللي بيقفوا في المطبخ وبيجتهدوا ان يعملوا حاجه حلوه يرضوا الاسره وضيوفنا. واللي عايز يقولك والله لازم تاكلي من ايدي النهارده ولازم تتغدي من ايدي، لازم كلمه تسلم ايدك يا حبيبتي. النهارده هنعمل اسكالوب لحمه بالجبنه، حاجه كده اختراع من الشيف المغازي. الاسكالوب باللحمه دايما بنعمله ليه شريحه اللحمه الاسكالوب اللي هي بتيجي من الوش الفخده وبتتعمل مع بيض وبقسماط. النهارده هنعملها مدرسه جديده خالص، مدرسه المغازي لفن الطهي. معانا طبق مكرونه بالمشروم، جيبوا لي المشروم يا شباب. شوف هنعمل المكرونه ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. وطبق المكرونه ده كمان بيتميز بان هو فيه فليفر بين الكريمه اللباني والطعم والزعتر. الخيار المخلل هنا هيكون شريك لعمل الاسكالوب، ولكن المفاجاه بقى وجود الفاكهه في السوق بتاعنا والفاكهه الحلوه من خير ارضنا، اذا كان العنب الاحمر الابيض التفاح الجوافه الموز، كل ده مع بعض هيبقى ميكس هنعمله مع طبق كسكسي جامد جدا يسميه طبق حلو. طبق كسكسي بالفواكه الطازه الجميله الحلوه يتصدرها طبعا القرفه الخشب والقرفه الناعمه مع سكر لطيف وجميل. انا مش عايز اقول لحضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وكمان اساعدك انك تقف في المطبخ تعملي حاجه جديده. ما تيجوا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اطرحوا لي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نعمل شويه مكرونه بقى بالوايت صوص مع المشروم. المكرونه دي الاطفال بيحبوها وانا شخصيا بحبها، ولما اكون مكرونه بنه المكرونه البنه بختارها دايما مع الوايت صوص علشان بيخش جواها هنا كده مخرجنا الجميل الوايت صوص. بعد ما بتستوي تاخدها كده وتقطمها تحت اسنانك تلاقي الوايت صوص يدخل كده ويدعلش كده. تعالوا نعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، بس خلينا نستنى طبعا الميه تغلي معانا. ما ينفعش اسقط المكرونه في ميه مش بتغلى، خليها هنا كده زي الفل. تعالوا مع بعض نشوف اخبار المكرونه بتاعتنا. استاذه رحاب بعد اذنك مقادير شويه مكرونه بالوايت صوص تاكلي صوابعك وراها. معانا مشروم طازه حلو قوي، معانا كريمه لباني، مكرونه بينا هنحطها في الميه تتستوي حلو قوي. تمام، المقادير على الشاشة لا تتعدى أصابع اليد العشرة، ولكن الطبق ده إيطاليا بتضرب له تعظيم سلام. مكرونة بالوايت صوص والمشروم، تحطي فراخ أهلا وسهلا، تحطي تونة أهلا وسهلا، تحطي جمبري أهلا وسهلا وهكذا، ولكن النظافة يا شيف مغازي أول بأول. تحس إن مطبخك رايق وزي الفل. والمقادير على الشاشة لا تتعدى أصابع اليد. مكرونة بنة حلو قوي، وحطينا مع المكرونة البنة دي مشروم وكريمة لباني، نستعين بشوية حليب لكثافة الصوص. كل دول مع بعضهم يا عم الشيف، كل دول مع بعضهم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. نركن الفاكهة دي على جنب. عينيا معانا الفواكه في الفرن، مش ناسيها انت ابن حلال. خلينا اقطع المشروم ده كده. ايه اخبار الاسكالوب؟ هناخد المشروم الحلو بتاعنا ده كده نقطعه عشان هنعمل طبق مكرونه بالوايت صوص. يا نعم يا فندم. لا مش سخنه يا فندم، تقلقيش يا فندم. يا مسهل. تعالوا مع بعض نقطع المشروم. حلو قوي. مشروم لما تشتريه من اي سوبر ماركت حط في الاعتبار لازم يكون طازه. تعرفيه طازه ازاي؟ بشكله بلونه الحلو ده كده. تقطيعه المشروم مدرسه، لازم الطريقه ديت لازم تبان تفاصيل حبايه المشروم وانا بقطعها بالشكل ده كده كل ما يجي المشروم تحت السكينه في كل الاوقات لازم اتكلم عن طريقه التقطيع للمشروم. شفت ازاي؟ تاني يلا ما ينفعش اقطع المشروم كده كده بهينه لازم كده حلو تفاصيل معانا.
الله على الصوره الحلوه استاذ المصورين فرسان التلفزيون المصري. ناخد المشروب ده يا عم الشيف زي ما هو كده مع فص توم حلو مع بصله ناعمه مفرومه ناعم، كل دول مع بعضهم يا شيف مغازي على البلانشه بتاعتنا. معلقتين من زيت الزيتون في طاسه شديده الحراره. حلو كده تمام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ حلو قوي. كل دول مع بعض، كل دول مع بعض. ناخد البلانشه الحلوه بتاعتنا زي ما هي كده، وتنزل كل المقادير دي كلها مع بعضيها في قلب الطاسه. تحميره، تقليبه، ترويقه. طبق مكرونه سريع. ما استناش على البصله لما تاخد لون، ده غلط في مدرسه الطهي، خاصه لو هتاخد وايت صوص. ليه؟ هتغير لك من لون وطعم الوايت صوص بتاعك. فالبصلايه هنا بس كده بقى لونها اشقر. تبدا والبصلايه بتتحمر يا عم الشيف، نحط شويه زعتر محترمين. نعم حاضر يا غالي، عينيا. اخبار المكرونه يا عم الشيف اهي. الله، جيب لي المشروم في لحظه تحميره وانسجامه مع البصله والتومه وزيت الزيتون، ويا سلام لما تنزل عليه بالكريمه اللباني. يلا اللحظات الحرجه، اوبا اللهم صل على النبي، دي كريمه لباني اهو زي الفل. المكرونه تكمل سواها مع الخليط الحلو ده الوايت صوص بتاعنا اهو زي الفل. خلي بالك انا مش هحط لا نشا ولا دقيق، انا هستعين بسلق المكرونه في الخلطه دي. ركزي بقى على الخبره الطهويه هنا. المكرونه تكمل سواها هنا اللهم صل على النبي. هو ده، خلصت المكرونه يا عم الشيف. شفتوني استخدمت دقيق نشا؟ ما المكرونه هنا هتديني نشويات وتديني قوام مع الوايت صوص بتاعي. اهم حاجه اخدم مع المشروم مع الزبده مع البصله مع التومه مع شويه الزعتر مع الفليفر مع الكريمه اللباني. خلص طبق المكرونه. عايزه تحط شويه بقدونس؟ اهلا وسهلا. عايزه تحط سنه شبت؟ اهلا وسهلا. عايزه تحط شويه ريحان؟ اهلا وسهلا. عايزه تحط شويه زعتر بري معانا؟ اهلا وسهلا. الاختيار ليكي، زعتر بري معانا. انا بعشق الزعتر ده لما بنحطه على وش البسطه زي الفل يا عم الشيف. طبق المكرونه ده جاهز، نغرفه فين يا عم الشيف؟ هنا الطبق بتاعه جاهز. الله، مكانه فين يا عم الشيف؟ مكانه هنا. لسه الكسكسي ما خلصش دوره، انا مستنيه في النهايه. طبق المكرونه اخباره ايه؟ انت مطلع صوت ليه؟ مش طلع منك الاسكالوب؟ الجبنه اخبارها ايه؟ اهي جبنه بتسيح مع حليب وزبده. ناخد المكرونه بتاعتنا اللهم صل على النبي اهي. يلا يلا العب. مكرونه بالوايت صوص مع المشروم. تقدر تضيفي فراخ؟ اهلا وسهلا. تضيفي جمبري؟ اهلا وسهلا. اللهم صل على النبي على الطبق ده. رشة البقدونس الحلوة. اعملها لاولادك النهاردة بجد بنفس المدرسة اللي أنا اشتغلت بيها. هتعجبهم قوي على فكرة. نروق الدنيا دي كلها. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.